بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. وكالعادة يا سادة، أخبار حلوة، الخبر لسه طالع حالا سخن طازة من الكوزينة، واللي فيها تواصل رحلات الحج الأوروبية نحو الجزائر. بدأت الرحلات دي برئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، واللي اتفق على زيادة الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا من الغاز الطبيعي. بعديها على طول بيدرو سانشيز عمل بيبيع على نفسه وقال أتمنى أن يتم استقبالي في الجزائر ولا حد عبره. بعديها على طول إجا نخفور كاتب الروم قعد 3 أيام في الجزائر وكان بيقول الزيارة دي مش سببها الغاز، بس لما روح عرفنا إنه الكذاب اتفق مع الجزائر شفويا على زيادة حجم الصادرات من الغاز الجزائري نحو فرنسا بنسبة 50%. بعد كده طلع علينا بيدرو سانشيز كمان مرة وقال يا جماعة خدوني معاكم، أنا بحب الجزائر، أنا نفسي أزور الجزائر، وكالعادة ولا حد عبره. بعد كده راح على الجزائر رئيس المجلس الأوروبي قعد له يومين ثلاثة واتفق شوية اتفاقيات في مجال إيه؟ في مجال الطاقة. ولحدت كده تبقى الروس الكبيرة في أوروبا كلها حجت إلى الجزائر ما عدا مين؟ الله ينور عليك، ما عدا ألمانيا. ألمانيا بقى ما كدبتش خبر، بعتت لك وفد النهاردة من شركة دي إن جي الألمانية. ليه يا عمي؟ لنفس السبب، لبحث فرص التعاون في مجال ايه؟ الله ينور عليك، في مجال الطاقة. وبكده نكون وصلنا لعنوان حلقتنا النهاردة، واللي بيقول لك الجزائر تبحث مع ألمانيا التعاون في ايه؟ الله ينور عليك، في مجال الطاقة. وفي تفاصيل الخبر بيقول لك بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري أمس اللي هو يوم الأربعاء مع وفد من شركة في إن جي الألمانية سبل التعاون في مجال الطاقة. طيب واحد يجي يسالني ويقول لي المانيا والجزائر مش في بينهم خط انابيب مباشر، هياخدوا الحاجه دي ازاي؟ اقول لك يا عزيزي وباختصار، مش لازم ياخدها في صورتها الغازيه، الغاز بيتحول الى غاز مسال، في انواع تانية من الطاقه مثلا اتكلمنا عليها قبل كده زي الهيدروجين الاخضر وحاجات تانية كتير ممكن المانيا تنجلها من الجزائر من غير خط انابيب. المهم انه الانتماء الالماني الجزائري ده حصل في مقر وزاره الطاقه والمناجم حسب بيان من الوزاره نفسها، وناقشوا في الانتماء فرص التعاون بين مجمع سوناتراك الجزائري الحكومي في مجالات ايه يا عم الحاج؟ قال لك في مجالات نقل وتسويق الغاز الطبيعي المسال، يعني مش لازم خط انابيب، هنعبي الحاجات دي في سفن ونوديها مطرح ما نوديها. كما ناقش الجانبين امكانيه اقامه علاقه تعاون من خلال المشاريع اللي بتقوم على الشراكه وتبادل المنفعه، بما في ذلك ايه؟ الحاجه الثانيه اللي قلت لك عليها، الا وهي نقل وتسويق الهيدروجين الاخضر، واللي انا عملت عليه حلقه قبل كده وقلت ده ذهب الجزائر الأخضر. وقدم الوزير الجزائري للوافد الألماني محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات لإحياء أنشطة البحث عن المحروقات في الجزائر وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل. وأكد الوزير الجزائري أن الجزائر مصرة على تطوير مواردها من المحروقات بشكل أفضل واستكشاف واستغلال مجالها المنجمي. وإلى هنا عزيزي المشاهد الجميل تبقى انتهت حلقتنا الجميلة دي النهاردة، واللي أتمنى تكون عجبتكم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.